بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. ادعي الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. صدق الله العظيم. ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين، الحلقه 834 في حضره الاميره. هذه الأميرة التي استعصت على الأهلي في الموسم الماضي جاءت اليوم لتكون في حضرة جماهير الأهلي وبعد إنجاز كبير. ألف مبروك يا باشمهندس. الحمد لله، فضل من عند ربنا. وإذا كان شعار الأمس الـ11 يا أهلي، فمنذ يعني انطلاق صافرة النهاية اليوم والأيام القادمة الـ12 يا أهلي الدهستة. وإحنا عايشين في هذه الديلمة عشان من غيرها ممكن ننسى أهدافنا. الحقيقة كان فعلا ليلة عظيمة جدا، أعتقد مع الأهلي العالم يهنئ. ده العنوان العريض لحلقة الليلة اللي جاية في توقيت قلت لكم إنه في حضرة الأميرة وفي ظل إنجاز كبير استحق معه الأهلي على هذا الإنجاز وهذا النجاح الكبير تهنئة فخامة السيد رئيس الجمهورية. ايه حكاية ان الكاس اصر هنأ السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الاهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة ابطال افريقيا لكرة القدم، مشيدا بالانجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة 11، ومثنيا على الروح العالية التي تحلى بها جميع افراد الفريق والتي تعكس قوة العزيمة والاصرار على الفوز. وأعرب السيد الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات. تهنئة لها معناها وقيمتها، وتشعرك بأن ما يفعله النادي الأهلي لا هو بترجم صح لدى قياداته، وشايفين الجهد الذي يبذل وكمان مبادراته السريعة. دي مهمة جدا التوقيت يا استاذ ابراهيم، انك تشعر الناس انك عايش معاهم. هذا التفاعل اللحظي بيدي قوة دافعة جدا للإنسان أن يضاعف من جهده وأنه يفعل مستحيل من أجل بلده. تهنئة نشكر عليها سيادة الرئيس، جاءت في توقيت وكل اللي جه بعديها هو يعني تداعيات وإرهاصات لهذه التداعيات مش إرهاصات لهذه التهنئة اللي بتخلينا نشعر بمزيد من المسؤولية. أتحدث عن النادي الأهلي وعن جماهيره وعن كل محبيه ولاعبيه وأجهزته وأعضائه، نشعر بمزيد من المسؤولية تجاه هذا الوطن العظيم وربنا يوفق. لكن أنت إيه حكاية إن الكاس أصر ينزل ويجي يحضر معاك في هذا البرنامج أول طلة له؟ الحقيقة إن دي الأميرة الغالية جدا، والمفارقات الكبيرة إنه الـ11 تبقى يوم 11، وكمان التاسعة كانت يوم جمعة، فالعشرة كانت يوم سبت، فالـ11 جت يوم حد، مش عارفين الـ12 هتيجي يوم ايه. فلما يجي يوم الاثنين ملك وكتابة يبقى لازما ده التوالي الطبيعي للأميرة في أحضان الملك. اعتقد النهارده كون انه الكاس هتبات الليله في قلعه الجزيره انجاز كبير جدا يا باشمهندس، ان يحصل الاهلي على اللقب الـ11 ويتاهل لكاس العالم. يا جماعه الاهلي السنه دي رايح كاس العالم في 3 العاب جماعيه، انجاز تقريبا مش موجود على سطح الكره الارضيه انه في فريق عنده بطولة يشارك في كأس العالم لكرة القدم وكأس العالم لكرة السلة وكأس العالم لكرة اليد. شيء رائع، إنجاز رائع، كان ينقص طبعا الكرة الطائرة وكانت ممكنة جدا، لكن طمع الأهلوية مالوش حدود في حصد الإنجازات المميزة، وهو ده اللي حطت النادي الأهلي في المكان اللي هنلمسها في هذه الحلقة، أن العالم يهنئ العالم بمعناه الحرفي. بداية من محافظاتك وأقاليمك والداخلية إلى محيطك الخارجي ومحيطك الإقليمي ومحيطك العالمي. وتشعر بالتقدير والاحترام. شوف الناس التوقيت المبكر لوصول الفريق
البعثة الصبح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. جمال 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 هذا الفوز. ازاي يا استاذ ابراهيم؟ ايوه انا جاي من رحم المعاناه الحقيقيه والصعوبه الحقيقيه. لما تزنق نفسك تبقى مش حمل غلطه. مش حمل غلطه فعلا. فتكون عند الموعد وما تحصلش الاخطاء التي تؤثر على حصدك للقب. لدرجه ان اصبح الثقافه ادت الى يقين عند البعض بمجرد ما تعادل صن داونز مع الهلال بدأ حتى اللي بيهاجموك يمهدوا ان البطوله رايحه للاهلي وكأنها بتروح كده بمزاجها. ها وكأن ما يفعله الاهلي هو شيء لا يفعله غير الاهلي. انت بتخسر 5 بعدين بكام يوم بتكسب 4 وبعدين انتصارات 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 وبعدين وانت بتتعمل القرعه يا استاذ ابراهيم تقوم تقول ايه؟ اي حاجه بقى. ما هو البطل لازم يلعب الكل بس يا ريت ما نبتديش بالرجاء فتبتدي بالرجاء. واخد بالك؟ انت لعبت كل كبار افريقيا. الشمال الافريقي اللي هو ينافس على الـ 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 البطولات في السنوات الاخيره. طبعا انت يعني أساريرك متهللة من هذا الاستقبال الجميل. أي والحقيقة لما تشوف فيه مشاهد كده هنحلل الظواهر والمشاهد لأن في واحد مهندس كبير قوي صاحبي بعت يحلل لي الظواهر لمسها بشكل علمي يعني. ففي مجموعة من الملاحظات كلنا شفناها بس عايزين أما يجي معادها نحصرها. الكابتن الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي وهو يعني يكاد يكون مسافر عشان يرجع بالبطوله في كل المعاناه اللي هو فيها والضغوط. ومجلس الاداره تقريبا بالكامل كان متواجد وتعلمنا الدرس يا استاذ ابراهيم. واول ناس اتعلمت الدرس وده اللي اشعرني بشيء من السعاده الجماهير. الجماهير سابت الفرقه بالمعنى الحرفي. لا حد سأل سؤال ولا حد قال فين الإدارة ولا حد قال لهم الحقونا ولا حد قال تذاكرنا ولا مش عارفين ندخل. الناس كانت عند الموعد سابت الفرقة وادي النتيجة. لأن أنت هيأت الفرقة مناخ ما كانش موجود السنة اللي فاتت كان موجود عكسه في كل حاجة. فأنت تعلمت الدرس بالمعنى الحقيقي واستطعت أن تهيئ نفسك ان لا نازل تقوم ايه تباغت بهدف مباكر كمان. ايه الصعوبه دي يا رب؟ ولكنه الاهلي ولكنه الاهلي. علشان كده كانت الفرحه كبيره جدا يا جماعه وكان الاستحقاق كبير. ناس كتيره حتى ولحظه المعاناه اللي المهندس عادل بيشير اليها والوداد يتقدم لكن الناس كلها عندها ثقه انه كما لو كان السيناريو بتاع الصفاقس بيتكرر صاحب الارض يبدأ استهلاك الوقت يبدأ الترتيب للاحتفال الأجواء في المدرجات الحفلة تبدأ تتنصب والأهلي يقول كلمته في الوقت القاتل. توقيت الجون كويس. عارف انت لو جبت الجون ده مبكرا كنت تعرضت لضغوط شديدة. لكن مفاجأة إحراز الهدف يا أستاذ إبراهيم قلبت المباراة. كاد الأهلي أن يفوز بهدفين ثلاثة بعديها. وكان سهل. ودي محتاجة بقى وقفة فنية مش لقدرات اللعيبة ولكن فكر اللعيبة. طيب الأميرة دي لو نطقت أعتقد هتحكي عن قصتها أنا والنسر. وهكذا الأهلي وانتصاراته تكون ملهمة ملهمة للإبداع. كم من الأغاني طلع من امبارح لحد النهاردة هنجيب لكم اللي قدرنا نتحصل عليه. لكن الفرحة حلوة ولما تكون من القلب. الحقيقة كمان يا جماعة اللي كان ملفت جدا ردات الفعل العالمية. العالم يهنئ بمعنى الحرفي. كمية البرقيات والتهاني والتغريدات والتويتات اللي قيلت للنادي الأهلي حتى من المنافسين الكبار حتى من الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية.
انت متخيل ان مع صفاره الحكم اول حد يبعت التهنئه مانشستر سيتي ويقول نلقاكم في المملكه العربيه السعوديه، واتحاد جده السعودي نفس التهنئه. رائع جدا ان اللي هينافسوك مترقبين مين مين بطل افريقيا، مين بطل افريقيا، وكانوا متوقعين. هو الاهلي دي تاني، هو الاهلي تاني، وده هيلقي علينا مسؤوليه كبيره هذه المره، لان المنافسين مختلفين. السيتي جارديولا، هقول لك ايه تاني. طيب البطوله من 12 ل 22 ديسمبر الجاري القادم ان شاء الله تعالى في المملكة العربية السعودية، دي النسخة الأخيرة اللي هيشارك فيها 7 أندية، لأنه ابتداء من نسخة 2025 هتكون بالنظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية اللي هتبقى بمشاركة 32 نادي. لكن ردات الفعل العالمية، أعتقد العالم كله كان يهني الأهلي، ونشوف هذا التقرير. التاريخ يذكر المجد دائما، التاريخ يذكر الأبطال دائما، لهذا التاريخ يذكر الأهلي دائما في كل مكان وحين. تتويج الأهلي بأبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه جعله حديث العالم أجمع بعد مواصلة تحطيم أرقامه القياسية، ولكونه كبيرا لا يتحدث عنه سوى الكبير، فجاءت التهنئة من كبير الأندية العالمية مانشستر سيتي المتوج منذ يومين بدور أبطال أوروبا بعد موسم تاريخي لأبطال اللون السماوي. وكتب السيتي على صفحته الناطقة باللغة العربية: تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا، نراكم في المملكة العربية السعودية. وتلتها تهنئة من بطل آخر تأهل لمونديال الأندية وهو اتحاد جدة، وكتب: تهانينا للأهلي المصري حصوله على بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، نشوفكم قريبا في كأس العالم للأندية. وكعادته مهنئا الأهلي دائما، نشر الحساب الرسمي لبايرن ميونخ عبر تويتر صورة لمانويل نوير حارس مرمى الفريق البافاري ومحمد الشناوي حامي عرين القلعة الحمراء، معلقا عليها: تهانينا للنادي الأهلي المصري. وتغنى الاتحاد الدولي فيفا بالأهلي وإنجازه، ونشر الحساب الرسمي على تويتر صورة لتتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال، معلقا عليها: ألف مبروك للأهلي المصري تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا. فيما وصف الاتحاد الإفريقي كاف الأهلي بملوك وأبطال إفريقيا، وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي على فيسبوك: أبطال إفريقيا، نادي الأهلي هم ملوك دوري الأبطال للمرة 11 القياسية. ووصفت صحيفة بلايك السويسرية المدرب السويسري مارسيل كولر بالهائل بعدما نجح في الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا من ملعب الوداد ليضمه إلى سلسلة من التتويجات هذا الموسم، فيما احتفل موقع سبورت وان الألماني بالأهلي الذي وصفه بالبطل العائد إلى عرش الكرة الإفريقية، فيما احتفى موقع جلوبو البرازيلي بالأهلي ووصفه بالبطل المهيمن على القارة الذي حجز مقعده الدائم في مونديال الأندية. ورصدت واشنطن بوست الأمريكية في تقريرها أن اللقب هو الثالث للعملاق المصري في 4 سنوات، وكان ثأرا لخسارته أمام الوداد في نفس استاد محمد الخامس بالدار البيضاء في المباراة النهائية قبل عام. أستاذ إبراهيم، العالم يهنئ. عندك يعني إن أول البرقيات تجي لك من السيتي واتحاد جدة، واتحاد جدة أنت هتشوف اتحاد جديد. يعني وصل لهم فكرة إنه يجيبوا ألمع نجوم وهذا هذا بقى هيبقى قدرك كل ما توصل بعد كده، إن لا الخليج هيستقطب نجوم العالم. طيب ان انت تشارك في كاس العالم للمرة 9، وان انت تاخد الاميرة للمرة 11، وان انت توصل للرقم 147 بطولة متنوعة في كرة القدم على كل المراحل سواء المحلي او الاقليمي او الدولي او القاري، ده رقم قياسي كبير جدا. 147 بطولة رقم قياسي، وبيقول يبقى انت اكيد في الاهلي. يبقى انت اكيد في الاهلي.
طيب قول لي الترتيبات للي جاي، لان انت السنه دي عندك كميه تحديات يا جماعه. الاهلي خد 4 بطولات وقدام منه 5 كمان في 23 في 2023. لو سالتني بترتيب الاهميات انا عايز الدوري. عايز الدوري جدا. ما ينفعش يعني دي ما زغللتش عينك كتير، خلاص صفحه واتقفلت. نرجع بقى على الدوري لان كل مره بتظلم الدوري او بتظلمنا في الدوري. المره دي الراجل ده واخدنا في سكه منطقيه كنا بنطالب بيها، انه مجهز الكل وفعلا بقى عنده اكتر من فرقه، ما انتش عارف مين احتياطي ومين اساسي. وده بيطمنك على اللي جاي. وهو ده الصح. فرقه كبيره لازم تعتمد على ان هي يعني تبقى مستنيه اي مفاجآت. اذا كان لا قدر الله اصابات، اذا كان انتقالات، اذا كان يعني استجلابات جديده، وبالتالي بيبقى في هنخش بقى في التأقلم والانسجام فانت عندك السكواد اللي بيخليك تقدر تتحمل تعمل كل ده وانت ماشي. باذن الله. كولر يعني انت ربنا رزقك بثلاث مدربين اصحاب بصمات كلهم. فايلر لدرجه الناس متلخبطه ومين احسن من مين. يعني انت كان عندك كل عقد مدرب، هيدوكوتي، فايتسا، جوسيه، النهارده في اخر 3 4 سنين عندك 3 مدربين انت محتار مين فيهم اللي بينافس التاني. عشان كده بيتسو موسيماني كان حريص على توجيه التهنئه للاهلي بهذه البطوله. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف افراح الاهلي في كل مكان. دايما فرحان يا اهلي باشمهندس مع هذا اللقب الغالي جدا، ملاحظاتك وفي تقديرك مكاسب الاهلي ايه؟ في 7 مكاسب. ايوه نبدأ بالمكاسب الماديه. اها حصل النادي الاهلي افتح حساب الشركه طبعا على 4 مليون دولار في توقيت مهم جدا جدا جدا، لانك انت مش بس مساله ان يبقى معاك فلوس، ايوه انك تدبر العمله. فالنادي الاهلي الان مصدر من مصادر انك تدخل عمله تمام بانتصاراته. طبعا ال 4 مليون دولار دي مرشحه انها تزيد من خلال المشاركه باذن الله في كاس العالم. في كاس العالم كمان هو مكسب بيحجز لك مقعد مباشر في البطوله القادمه، وانت نويت على هذا الكلام. عندك قربت خطوه من ريال مدريد، حققت لقب وهو توقف. وعندك فرصه في السوبر انك كمان لو ربنا وفقك فيه في 4 بطولات فاصله بينك وبين الهواء، هتقرب 25 خطوه جديده. وطبعا لو كسبت كاس العالم للانديه بال 30 طبعا تحطيم الارقام القياسيه السابقه للنادي الاهلي. اي ما هو الاهلي دلوقتي بيحطم ارقامه. فوصل الى 147 لقب في تاريخه. زائد الجمال بقى انك انت هتلعب كاس العالم انديه كوره يد سله، واحنا نوهنا الى هذا الامر. فدي المكاسب اللي شكلها مكاسب مباشره من هذا الفوز. طبعا زائد المكسب المعنوي اللي احنا نوهنا اليه، كيف انظر اليك العالم. كل الانديه الكبيره دلوقتي خلاص اتعودت، انت تلقيت بايرن ميونخ تهنئته، وريال مدريد تهنئته، وليفربول تهنئته، والان مانشستر سيتي وايضا الهلال والاتحاد والوداد قبل كده، كل الانديه دي كانت بتهنيك. انت بتشارك كاس العالم 4 مرات متتاليه، وده تاريخ لوحده. الجيل ده مرشح انه يكسب، لو كسب السنه الجايه البطوله يبقى هو كمان كسر الرقم القياسي بتاع الجيل الخرافي الخزعبلي بتاع كابتن مانو جوسيه وابو تريكا. هو في تساوي دلوقتي، لكن ده انت مرشح انك تكسره.
كل دي مكاسب بتخليك المكانة والهيبة لا موجودة. ولكن أيضا أنت عندك مكاسب بقى أخرى من خلال مشوار البطولة نفسها. أنت بدأت البطولة بأسوأ سيناريو، بتخسر في مباراة الهلال اللي هي المباراة الأولى خارج بداية المجموعات وأنت راجع في دوري المجموعات، وبعدين تتعادل، وبعدين أو تكسب القطن، وبعدين تتعادل في ملعبك بشكل درامي وانت كنت كسبان، بعدين البلوى اللي بتهد حيل اي حد كانت، والتي ظن البعض انها قضت على احلام وطموحات الاهلي الجيل، وهي الهزيمه الثقيله من سان داونز، وكانها كانت الجرعه او اللطمه. يعني عارف انت ساعات كان يفوقوا الناس بيديله الم جامد، يعني الصفعه التي فوقت الاهلي. لا ده انا الاهلي استنوني بقى، انا هاخد بالاسباب، وليكن مصيرك ما بقاش في ايدك لوحدك، مصيرك ان لازم يحصل تعادل بين الهلال وسان داونز والملعب والماتش في ارض الهلال اللي هو حظوظه اكتر منك بكتير في التأهل، يعني عنده دوافع جامدة جدا، ولكنك تروح كسرت 5 كسبت 4. راح الهلال مدي لك النتيجة اللي انت، وهنا عايز اتوقف بقى، الناس اللي عمالة تقول لك الحظ والقطر قطر. طب هو الهلال يتعادل ازاي؟ هل ده جون ممكن يتعادل بيه اي فريق؟ لا. خطأ فادح من حارس مرمى اتعمل بالكرة دي، ولولا انه تصدى وصد كرة ضربة الجزاء كان الواحد دماغه راحت بيه في حتة تانية. فهو صلح غلطته. لكن ايضا اذا كان طاهر القطر اضاع ضربة جزاء ام سان داونز، فحمد هاني اضاع ضربة جزاء قدام نفس الحارس نفس الفريق. لو الاثنين جم كان الاهلي اول المجموعة، ما كانش استنى حد. إذن هي مش حظوظ، هو عدم توفيق هنا وللهلال أمام نفس الفريق سان داونز اللي كان موفق جدا بطريقة وضعته على قائمة المرشحين للفوز بالبطولة مش الانتقال للمراحل التالية. ثم تفوز على الهلال في ملعبك عشان تقول بقى لا ده أنا هوصل بدراعي بقى في 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 مباراة لم يتوقعها أي محلل، ولكن جدارة 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 ومباراة رائعة. فبتكسب 4 بتكسب 3 تتأهل و تيجي القرعة. فأنت عمال تقول إيه الفرقة الأربعة بقى دول مين هتقابل مين هتقابل مين، ما أنت لو كنت الأول كنت هتقابل فريق أخف. ولكن لأن البطل إذا أراد أن يفوز بالبطولة وهو الهدف على أن يلاقي الجميع. فانت وقعت في الفرقه المرعبه اللي عندها العلامه الكامله اللي نتائجها كانت مرعبه، هي اللي هي الرجاء. وتستطيع ان تتجاوزها بجداره مطلقه. 0-0 و2-0. طيب. تخبط في الترجي. ثم يقودك الترجي المخضرم المنافس اللي هو بكتف بكتف معاك. ايوه. تفوز رايح جاي. فوز هائل 3-0 في رادس في الخارج. وفوز 1-0 1-0 هنا لتلتقي سان داونز حامل اللقب حامل اللقب، والذي استطاع ان يقصي سان داونز المرشح في وجهه نظر الكثيرين الاول اللي احنا كنا طبعا ننتظر نتمنى ان احنا كنا نلتقي. الوداد بكل المقاييس هو صاحب الخبره الاكبر في السنوات الأخيرة في هذه البطولة مع الأهلي، وهو المنافس العنيد القوي صاحب الجماهيرية الضخمة اللي لما تروح أنت عندك هتحط له 60-70 ألف هيحط لك 60-70 ألف. إعلام وراه إعلام قوي جدا، وراه مسؤولين بيدعموه محليا وإفريقيا هم حتى أنت تبقى تتساءل
يا رب يكون خير عن غيبة هاني أبو ريدة عن المشهد في هذه البطولة. يا رب يكون خير. وتبص تلاقيه الأقجع فوزي الأقجع بيحضر التمرين بتاع الوداد في الملعب. فتقول أين نحن من هذا المشهد؟ فين أنت لوحدك بدراعك. ولكن ما أنت فوز الكل معاك في الصورة. الكل معاك في الصورة. وأنا بقول للكل أصحاب الكرة المصرية يا بختكم بالأهلي، لأن هو كان الملاذ الوحيد أنكم تطلعوا تصوروا على منصات التتويج والعالم يتكلم على الكرة المصرية. فمحتاج منكم نظرة واهتمام من البداية، من البداية تراعي أن في ناس ممكن تكمل وناس، وكل الأندية المشاركة في إفريقيا لن تلاقي هذه الرعاية. لأن الحقيقة أن الأندية المصرية بتسعى بتعمل اللي عليها. كل دي مكاسب يا أستاذ إبراهيم، ولكن يبقى مشاهد المباراة. إيه مشاهد المباراة؟ الحقيقة أستنى ولا إيه؟ لا اتفضل. مشاهد المباراة دموع علي معلول، دموع محمد هاني، حماسة وعصبية حسين الشحات، دموع علي معلول بتقول ايه؟ يا ربي تاريخي ما كانش يستحق ان انا اتحمل خروج الاهلي من هذه البطولة. فيأتي الفوز عن طريق اسهامه. محمد عبد المنعم، يا رب انا ماشي زي الفل، اجي على الاخر الناس تقعد تناقش هي غلطتي ولا غاية مين، ويبقى الدفاع هو المسؤول اللي ما دخلش فيه ولا جون لحد ماتشات الوداد، فتخش فيه جولين رايح جاي. فيأتي من هذا الثنائي صاحب هدف الافتتاح في هذه البطولة للأهلي، ويأتي بداية ونهاية علي معلول محمد عمان في نفس الزاوية اللي سجل فيها الوداد، بنفس الطريقة بنفس، هو جون ماركت جيلبرتو وفلافيو علي معلول ومحمد عمان. والتوقيت رائع لأنه عمل نوع من الصدمة المعنوية، خلت أن ممكن الأهلي كان يستطيع أن يتفوق بهدفين وبثلاثة. لكن أيضا محمد هاني، محمد هاني الذي أراد أن يصل ليتوج مشواره الرائع في كأس العالم ثم الدوري هذا الموسم، هو حسين الشحات نفس الشيء بال 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 بتحقيق الانتصارات، لأنهما قد نال من اللوم الموسم الماضي الكثير. وده يقودنا إلى إيه بقى؟ لعيب الكرة ما يزعلش من اللوم، لأنه هيتلقى الإشادة عندما يجيد. وإذا كنت تملك موهبة محمد هاني، موهبة علي معلول، موهبة محمد عبد المنعم، موهبة حسين الشحات، هي أتية أتية بشرط الإخلاص والتركيز وإنك تدي الكرة والنادي ما يستحقانه من جهد وتركيز. كل هذه الشواهد يا استاذ ابراهيم تخليك لا بتقول دي، ده ربنا رزقنا بكل هذه الظواهر علشان الحقيقه نتعلم منها دروس لما هو قادم. ولكن الدرس الاعظم هو ما قدمه جمهور الاهلي كما سبق وان نوهت، انه ساب الفريق وقال مش وقته اي رغي. احنا مش هنغلط غلطه السنه اللي فاتت، احنا هندي الفريق كل الدعم، والدعم احيانا يكون بالصمت والابتعاد عن انك انت تكون احد المسائل الضاغطه على الاداره او الفريق في لحظات. يعني انا احيي جماهير الاهلي اولا وثانيا وثالثا قبل كل ما سبق، مع تحيه المهندس عدلي لجماهير الاهلي في كل مكان. نشوف كمان هذه الجماهير فرحتها في كل مكان كانت ازاي. Oh!
باشمهندس فرحه كبيره انت جداً. لو لفيت 27 محافظه استاذ ابراهيم كنت هتشوف المشهد ده. هتشوف المشهد ده. حتى في غزه على فكره احتفالات في غزه ورابطه محبي وعشاق الاهلي في غزه احتفالات كبيره جدا هنشوف جانب منها. طيب احتفالات صاخبه في كل مكان، باشمهندس تفسيرك لهذا الزخم والاحتفال الكبير ايه؟ طبعا صعوبه البطوله صعوبتها جدا انت في لحظه خلاص يعني فرحتها في صعوبتها يا بنت الايه دي؟ انت خدت 11 بطوله؟ اقول لك المفاجاه بقى سته منهم من خارج الارض والسته اللي من خارج الارض اصعب من بعض عشان ما يعني باستثناء القطن الكاميروني شويه لكن كان في عزه ساعتها ايوه كان عيسى حياته 2008 في جروه بلد عيسى حياته كان حاضر فانت انت انت هتقول بتاعه الصفاقسي ولا هتقول القضيه ممكن ولا هتقول دي ولا هتقول كلهم اصعب احلى واصعب ولما بقت ثقافة دي ده درس مثلا لازم يتحط جنب الدروس. مين قال ان انت دلوقتي لو لعبت بره ارضك حظوظك تبقى اقل؟ اقل. ولذلك الاتحاد الدولي لما قال لك انا عايز الغي قاعدة الجون اللي بهدفين خارج الارض عند التساوي الاتحاد الاوروبي لغاها. لغاها. ويجب ان يلغيها الحقيقة لانها غير عادلة خلاص احنا في الزمن اللي الدنيا بتتحرك فيه والميديا بتتحرك فيه والملاعب بقت تحت السيطره العالم قريه صغيره والملاعب بقت كلها كويسه يعني المعاناه اللي كانت موجوده زمان في ملاعب سيئه تدي ميزات نسبيه لا خلاص مفيش حاجه اسمها جون باتنين دلوقتي اذا تساوت الامور ممكن تقول بلاش وقت اضافي نلعب ضربات جزاء وعلى فكره ده اللي كان هيحصل لو كنا لا هو في ذهاب وعوده يبقى مفيش وقت اضافي على طول ضربات جزاء ضربات جزاء وانا مع الكلام ده لانه انت خدت 90 دقيقه في ملعبك بقى. ده 90 دقيقه ولو عايزين تفكروا تبقى من ماتش واحد بس لازم تبقى في ارض محايده ويعلن بدري قوي ويعلن ما انت هيعلن برضه ارض محايده لازم تروح اسيا هتروح فين؟ الاتحاد الافريقي مش هيطلعها بره القاره لكنه ليه؟ انت هتشوف الفرق ليه؟ المشاركه والدول ليه؟ والاتحاد الدولي لما بيطلع بطولاته بره القاره وبتتلعب في الخليج دلوقتي الاتحاد الافريقي يجي يقول لك لا لا ليه؟ وتتلعب في اي دوله من دول الخليج هيقول لك تسويقيا والجماهير يعني هو في جماهير احسن من اللي موجودين اللي ما تبصلهاش ان فريق مصر مشارك لو مش فريق من الكاميرون وفريق من غانا ايه؟ هتوديهم في اسيا يعملوا ايه؟ يعني يبقى ممكن توديهم في اسيا بس مش ضروري في الخليج وهو ما هو ليه ما بقاش يعني اختار بلدين داخل القاره وبعيدا عن الفرق المتاهله لا لا لان داخل القاره استاذ ابراهيم انت فاكر لما تأهلي الاهلي والزمالك يروحوا يلعبوا في جنوب افريقيا ايه العذاب ده؟ دي كانت غريبه شويه يعني ما كانش في اختراع المغرب إيه العذاب ده؟ وتونس والجزائر إيه كان الاسهل ما انت تقدر تلاقي اختار ثلاث ملاعب يا سيدي على ضوء الاطراف المتأهله تروح ملعب الملاعب دي ما تروح تلعب في اليونان ما تروح يعني التسويق ما بقاش يا استاذ ابراهيم دلوقتي على الحضور الجماهيري في الملعب التسويق على التلفزه وقال طبعا الحضور مهم يعني بس اعتقد ان اي اثنين هيتقالوا هيبقوا حريصين وهي لو فضلت ذهاب واياب اعدل يعني انت ارهاق شديد جدا وتكلفه عاليه جدا وانت دلوقتي عمال عايز تلعبني بطوله سوبر جديده في عرض انك تشيل ماتش يعني هيبقى ليها دراساتها خلينا دلوقتي نفرح بفرقتنا انما بقدر هذه الصعوبه والدراما اللي كانت في النهائي لان انت في حاجه ثانيه بقى يسجل هنا هدف يقلب الموازين ويزعج الناس ثم يسجل مبكرا هناك ايضا يزعج الناس لا ده في حاجه ثانيه بقى الظاهره اللي الواحد لازم يتكلم عنها لانها لازم يبقى لها حد يوقفها ما ينفعش كده احنا بنزرع الكراهيه في المجتمع المصري والكراهيه بين النادي ما انت هتعملها مع النادي الاهلي تيجي انت تتأهل هتتعمل فيك اذا كنا الثقافه بتاعتنا ان احنا نروح نستعدي الانديه المنافسه على الانديه المصريه المنافسه
اللي هم ما بيعملوش كده مع بعض معاك دي ظاهرة سلبية جدا يا أستاذ إبراهيم. مع هذه الظاهرة السلبية اللي لازم نتوقف عندها كثيرا، لكن بجهود رجال الأهلي وبجهود جماهيره تحقق الحلم. يصنع التاريخ، يكتب الحدوته، فريق اسطوري. الحلم معاك يا اهلي يتجدد كل يوم، متعود على البطوله كله فيكم وانت كوم، صوتنا يرج الملاعب، جمهورك اغلى لاعب، بورك لو في مكانك نسهر ما ندقش نوم. على كل حيطان بلدنا نسره دايما هتلاقيه، محفور في قلوبنا اسمه احنا سند وظهر ليه، ولا اشخاص او مكان احنا بنعشق كيان، دايما فوق الجميع جمهوره بيهتف بس ليه. العالم كله بيشهد أسطورة المصري تشرف، الأهلي تاريخ يتدرس مش ممكن يوم يتحرف، لو وسط الصعب يعدي عالقمة وملك القارة، بمبادئه واخدها تحدي اسمه في كل مكان برا. الأهلي في كل بيت بالينا خلاص هو الحياة، لو يظهر اسمه بس العالم بيوقف له انتباه، مع بعض مكملين الفرحة معاك سنين، حالفين نفضل في ظهره حلوة ومرة نكون معاه. العالم كله بيشهد أسطورة المصري تشرف، الأهلي تاريخ يتدرس مش ممكن يوم يتحرف، لو وسط الصعب يعدي عالقمة وملك القارة، بمبادئه واخدها تحدي اسمه في كل مكان برا. الحلم معك يا أهلي بيتجدد كل يوم، متعود على البطولة كله في كوم وانت كوم، صوتنا يرج الملاعب، جمهورك اغلى لاعب، في وراك لو في مكانك نسهر ما ندقش نوم. باشمهندس، حلم الاهلي بيكبر من بطوله لبطوله ومن جيل لجيل، يعني كنا بنتكلم في الدوري اصبح دوري الابطال، اصبح الحضور مجرد التاهل لكاس العالم، اصبح الحضور المشرف للاهلي في كاس العالم. هو الخطوه القادمه الحضور التنافسي بقى. يعني انت دلوقتي حققت المركز الثالث 3 مرات، المركز الرابع مرتين، بتسعى لتطوير، انت عايز تطور هذا الهدف يعني. وده عايز شغل كتير، لان انت ايضا بتشتغل في لحظه وابطال اسيا بيشتغلوا شغل بقى الله اعلم هنقدر عليه ازاي. انفاق مرعب يعني. لكن بعون الله باخلاص الاهلي بتاريخه بثقافته يستطيع أن يتواجد وأن ينافس بإذن الله. الحقيقة ثقافة الأهلي دي مسألة يا جماعة مهمة جدا جدا، لأنه لولا هذه الثقافة لو نادي ما عندوش عمق شوية في ثقافته كان بمجرد ما يتغلب فرقته هزيمة بالخمسة لا بقى رد فعل وصدى كبير، كان ممكن جدا تلاقي قرارات انفعالية. لكن جزء من الشخصية ومن ثقافة الأهلي إزاي يقدر يعد درسه كويس ويتبحثه كويس. ما هو دي احنا قلنا ازاي بتتعامل مع الهزيمه. انت تعاملت معاها انك خدت منها دوافع. وادراك الاداره، لانها اداره متمرسه وصاحبه خبره وصاحبه تقاليد راسخه. فاستلهمت من التاريخ ومن خبرتها الشخصيه ومن تراث النادي الاهلي وتقاليده، انه هو بتاع انه يعني ما بننهارش. لا، احنا هنصلح اذا كان عندنا عيب ولا اتنين وهننطلق. وبيحصل كل مره ربنا بيكافئك، كل مره بتاخد هذا القرار ربنا بيكافئك. لكن وانت سالتني ايه الظواهر السلبيه يعني اللي خلتني اقول المقدمه بتاعتي، استاذ ابراهيم مش معقوله ان احنا الامور تصل بينا ان تبقى كل هم المنافس او المنافسين بتوعك ازاي يعني يحطوك في موقف وكانك يعني محتاج تدافع عن نفسك في حاجه، او ان
يوصل الامر انك انت تتاجر بالكراهيه يا استاذ ابراهيم. انا لا يعنيني، بص الجماهير انا بقبل منهم اي حاجه، لان مفيش، احنا اتفقنا مفيش سيطره على الجماهير، والجماهير دي كلمه يعني فضفاضه مين الجماهير؟ انا وانت ولا هناك اللي بيقول الجمهور ما يقبلش والجمهور يقبل؟ محدش يقدر ياخد هذا الحق لنفسه. لكن انت لما تستطيع ان تغرس ثقافه ان اللي قدامك ده بقى عطله باي طريقه، اللي قدامك ده هو يعني انا خرجت بس انت كمل معاه، كمل معاه ازاي؟ انك تشوهه، انك تهاجمه، انك تتمنى له الشر، انك تسافر وراه، انك تحرض الجماهير الاخرى والادارات الاخرى. لا، المساله دي لا يمكن ان 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 يسكت عنها، ودي مساله محتاجه ان الظاهره دي عشان ما تبقاش معديه والناس تتبادل الادوار. ما انت لما تيجي بقى المنافس ده هو مره يكمل وانت ما تكملش وتيجي تعمل معاه كده، هتبقى المساله يقول لك ازاي تعمل كده، مش ازاي هتبقى بره السيطره. انت من حقك انك ما تتمنليش الخير بينك وبين نفسك، لكنك انت المجاهره بالسلب وحشة. المجاهره بالسلب وحشه. ده وصل الامر يا استاذ ابراهيم، بس سيبني اوضح النقطه دي. انك لو عملت مداخله، ناس ازاي تعمل مداخله في وجود فلان او مع فلان؟ او يا جماعه وفي ايه؟ هو انا لما بقول يعني واستشهدت بالايه القرانيه ديننا وسماح الدين اللي بيقال لك الجا للحكمه والموعظه الحسنه، وانت بتشرح شانك وانت بتتعامل مع الاخرين، لانك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانك انت دين السماحه، لانك انت الحكمه مش بس انك بتقول تعاليم كده وخلاص، ده هي فيها فلسفه الحياه نفسها. ما انت لو كنت الشتيمه بشتيمه واللفظ باللفظ انت بترسخ للكراهيه. لكن ازاي تكسب حتى اللي بيكرهك؟ اتقي شر من احسنت اليه بمزيد من الاحسان، بمزيد. فانا فوجئت انك مثلا حد يقول لك ايه، في مداخله عملتها مع احد القنوات، هو عدل وصاحب التعليق ده راجل رزين جدا وانا بتابعه، بس راجل اهلاوي بيستشهد بكلامنا، انما هم ما قدرش يستوعب الغرض والكلام عايز يوصل لايه. فانا كان الكابتن اكرامي والكابتن رضا الحديث كله، تقول ايه الكابتن رضا، تقول الكابتن مش عارف ايه، طبعا الاول تقول ايه على الفوز، واتكلمنا. الغرض من الكلام يا استاذ ابراهيم، وهنا لما بقول جمهور الاهلي تراضيه بالكلمه وكررتها اكتر من مره، هو الكلمه هنا مش معناها كلمه، مش حقكم عليا، هو الكلام هو 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 الكلام قيمته امتى بتبقى تبان يا استاذ ابراهيم؟ لما يكون له مصداقيه، لما يكون كلام صادق، لما يكون كلام يغيب عنه التحامل، لما يكون كلام يغيب عنه النفاق، لما يكون كلام يغيب عنه المجامله. فالرصانه هنا في انك بتبقى شخص موضوعي، احيانا اتفق معك واحيانا تتفق معي واحيانا نختلف، فما فيش غضاضه لان في موضوعيه. فلما انا انصح انك انت الجأ للكلمه مع جمهور الاهلي مش الكلمه، وانا لما يجي مقدم البرنامج يقول لي طب انت ايه انت مجهز له عقد ولا ايه؟ قلت له اه مجهز له عقد من نوع جديد، عقد مع الجماهير، فيقفز على كلمه عقد مع الجماهير. هو انت هتعين فلان عندك في الشركه، مين قال الكلام؟ جابوه منين الكلام ده؟ لماذا وصل هذا الفهم؟ الا اذا كان انا كنت عايز اوصل رساله ان انا مش طالع ان انا هاجم حد واكون عنيف معاه واقف عند حد، الناس اللي بيعجب بعض الناس، انا طالع اقول يا جماعه الرياضه لا تحتمل الكراهيه، الرياضه عايزه وخصوصا من النجوم موقف موضوعي عشان جماهيرنا ما بعضها ما ينسقش وراها في هذا التقليد، ونشوف ناس
بتقطع تذاكر بس عشان تتاجر بالكراهية. هذا كلام أستاذ إبراهيم يجب أن ينتهي. وأنا بطلب من جماهيرنا كلهم، أنا قلت اللي قلته وديني بوضح إن الناس تفهم إيه الغرض من الكلام. أنا لا هتعاقد مع حد ولا بوعد حد بحاجة، لأن مش هي دي حتى صيغة إنك تصل إلى قلوب الناس، إنها تبقى الدنيا مصالح وعقود، لكن الدنيا النصائح، ونتبادل حسن النية مع بعضينا، وما يبقاش في مواقف ثابتة تخلينا نعوح نفسنا في الآخر يعني عشان نثبت انتصار للرأي. إحنا عايزين نصل إلى حاجة تهدي الجو المحموم يا أستاذ إبراهيم، وأنت كنت بتتكلم معايا كذا حلقة، نعمل إيه؟ نعمل إيه اللي بقوله، اللي حاولت إن أنا أبتدي بيه، إن أنا مد إيدي برفق ونبه الآخر مشكلتك فين مع الناس، مش إن أنا بعمل معاه صفقة. هذا تسطيح للمعنى. وأنا مؤمن جدا بحكمة أو الحكمة التي يعني أتلقاها من ديننا الحنيف ومن قرآننا الكريم، كيف نتعامل مع بعضينا، مش بالعنف أبدا، ولكن زي ما أقولك بالصدق، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالتحاور الناضج الراقي، مش بالتراشق والكيد والمكايدة. سهلة جدا. أنا كنت كسبان امبارح، ما أنا أطلع أقول اللي أنا عايزه، مش كده؟ صحيح، أطلع أتباهى، ولكن أنا عايز اللحظة دي لحظة بقى إيه نقول لكم، وأنا في اللحظة دي بقول لك كل واحد يراجع نفسه. طيب، الحقيقة امبارح اللقطات كانت كتيرة قوي، والمشاهد اللي فيها دلالات عميقة جدا ورسائل واضحة كانت كتيرة كمان. بعد انتهاء المباراة، كابتن محمود الخطيب اصطحب أعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين معاه واتجهوا نحو مدرج الجماهير المصرية. عدد الجماهير الأهلوية اللي موجودة للمجلس راح يسقف لهم ويحييهم عدد قليل، لكنها كانت رسالة في العموم، بس كان مؤثر جدا، إن جمهور النادي الأهلي في كل مكان يستحق الشكر. هو ده اللي أقصده بقى، ذرة الإحساس بالجمهور. هذا الجمهور اللي انت بتقول ما حصلش ألف واحد، لكن في ظروف صعبة جدا راح وشجع وقعد وكان مؤثرا ولم يهدأ وتم مكافئته. ولكن هذه رسالة الشكر التي ينبغي أن تقدم لأصحاب الحق في السعادة. هو الفضل كل من ساهم في هذا الفوز صاحب فضل، لكن الجمهور بالذات صاحب حق، صاحب حق انه يسعد. وعايزين يقولوا له والله احنا سعادتنا لا بنشعر ان احنا قدرنا نعمل لك حاجه، فراح هم اللي بيسقفوا للجمهور. كانت تحيه واجبه جدا ومستحقه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل مشاهد ورسائل اخرى. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي بيمتلك هذه الشخصيه اللي تقدر تحقق البطوله دي واي بطوله. المهندس عدلي أشار في الكلام اللي قبل الفاصل إن واحد من أهم الدروس كانت إزاي تقدر تمتص الكبوة الكبيرة وتستوعبها وتنطلق منها، وإزاي تحول الكبوة إلى نقطة وثوب كبيرة جدا، وده كان حصل من مباراة صن داونز. لكن الحقيقة كمان الدراما الكتيرة اللي كانت في البطولة خاصة في الأدوار الإقصائية حسست الناس بقيمة معدن شخصية الأهلي، وألقت الضوء في لحظة مهمة جدا، لحظة التتويج، على نظام الأهلي المؤسسي. عرفت ليه أنا أجلتها بقى دي؟ عشان ليها تستحق لوحديها الكابتن التركيز. الخطيب رئيس النادي، المفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على الكورة، وهو من هو؟ كان نجم كورة كبير، واحد من الأساطير الكورة في أفريقيا، يبقى موجود لكن لا يرتقي منصة التتويج. ليه؟ لأنه بيحترم نظام النادي الأهلي، لأنه بيعزز سياسة النادي وشخصيته ومبادئه وطريقته. مجلس الإدارة كلف الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة البعثة، فبالتالي الكابتن الخطيب ارتأى أنه حسام غالي اللي يطلع على المنصة. ده معناه إيه؟ ده مش أول موقف، كل البطولات السابقة بعديها يحتفل بقى كابتن الخطيب. أنا مع بس كابتن عايز حسام بالكاس. بس نرسخ لل اللقطات دي مش اعتباطيه، مش وليده فكره اللحظه او كابتن الخطيب يعني راى هذا.
كابتن الخطيب التزم بتراث النادي الاهلي وثقافته، والتزم بهو كان بيعمل ايه طوال السنوات الماضيه. ايوه. في كل البطولات مع الدكتور محمد شوقي نفس الشيء. دكتور محمد مهند في السوبر مجدي. دكتور مهند مجدي نفس الشيء. هو قاعد والناس بتحتفل. حتى لحظه التتويج اللي بيمثل النادي في منصه التتويج الكابتن حسام غالي. هذا تراث، هذه ثقافة، هذا تميز نزام. هذا تميز. ان ما حدش يقدر يخرج براه، كل الناس ملتزمه بيه. انه ما حدش عايز كابتن خطيب. ومن هو كابتن خطيب؟ اذا وجد في مكان لازم يقدم على اي حد في دنيا كرة القدم. ففي لحظة التتويج بالبساطة والتواضع والامتثال لنظام الاهلي وترسيخه، وهي رسالة لزمايله ان انا موجود مش موجود، اللي جاي بعديه هو ده نظام الاهلي. مين هيخرج براه؟ محدش، لان اتعامل معاه. والناس تسال بعد كده هو ليه الاهلي متماسك؟ مش لانه ما بيختلفش، لانه عارف كيف يتفق وكيف يختلف وكيف يتمسك بالتقاليد. ودائما وابدا حبوه كما وجدتموه. شوفوا الـ 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 التمثيل اللي على المنصه للكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، رئيس البعثه، لرئيس النادي عايز ياخد لقطه ولا بيدور يزحم في الصوره ولا هيسرق الفرحه من حد، لكنه بيتوارى ويقدم نظام الاهلي ويقدم تقاليد النادي الاهلي ويقدم احترام النادي الاهلي لنظامه. وهو يتراوى وهو يتوارى، هو يقدم. ايوه، قدمه الجميع بهذا الحديث. خطيب قاعد والدنيا تحت زي الساعة. هو الناس كلها اتكلمت في ده. فلما يجي الناس اللي قاعدة تشوف هذا على مستوى العالم وافريقيا هيقولوا لا يا جماعة انتوا بتتكلموا ايه، ده النادي الاهلي في حتة تانية. علشان كده يا جماعة، واحد من المحللين الكبار الكابتن طارق دياب حتى بعد المباراة والكابتن وائل جمعة بيسأله على النادي الاهلي، قال له لا، ده ريال مدريد افريقيا اللي هي التقاليد. ده نظام نادي له تقاليد، نادي له نظام. الناس كتير ما كانتش بتفهم يعني ايه تقاليد النادي. كل اللي بيحصل ده تفصيلات من تقاليد النادي، من هذا التراكم الكبير لنظام النادي الاهلي وتقاليده ومبادئه، مش بين يوم وليله، لا ده باستمرار. هو ده كلمه ريال مدريد افريقيا. مش فانتازيا. مش حاجه للعنطزه. الذي يتنافس على الالقاب العالميه والقاريه ريال مدريد يلاحقه الاهلي، صح؟ اذا منين؟ من افريقيا. يبقى انت تشير في افريقيا الى انه هو ده اللي بينافس ايه، هو ريال مدريد افريقيا. طب لما تنظر الى تقاليده الراسخه ونظامه وشياكته وتمسكه بهذا الموروث وهذه القيم والتقاليد، يبقى زيه زي اعتى الانديه في العالم، وربما يسبقها في التمسك بهذا التراث. ايوه، هو الزهو بالنادي الاهلي وشعبيه الاهلي مش بطولات بس يا استاذ ابراهيم. ايوه، انت هذا النموذج، هذا النموذج له هيبته، له احترامه، يعشق، يتحب، لان تطبقه في بيتك ينجح، تطبقه في شغلك ينجح، النظام ده طبقه في حياتك ينجح. خد هذا النموذج طبقه في اي حاجه. هو درس ومنهج وكتالوج صالح لكل الامور. الحقيقه كمان يا جماعه، على ذكر الكابتن محمود الخطيب وهذه البطوله تحديدا، لانه ربما كان الرقم الفارق الواضح جدا انه ده اللقب ال11 للاهلي في تاريخ دوري الابطال. ال11 بطوله الكابتن محمود الخطيب قاسم مشترك بارز فيهم، ما غابش اي بطوله. 82 نجم الفريق وهدافه، اول بطوله على أول بطولة. على رجله. تاني بطوله 87 هو كابتن الفريق. خد بقى بعد كده 2001 الكابتن الخطيب موجود امين الصندوق وعضو لجنه الكوره مع الكابتن صالح والكابتن حسن حمدي والكابتن طارق سليم. 2005 بمرحله مانويل جوزيه كابتن الخطيب نائب رئيس النادي وعضو لجنه الكوره مع الكابتن حسن والكابتن طارق. 2006 نائب الرئيس
2008 نائب الرئيس، 2012 نائب الرئيس، 2013 نائب الرئيس، وفي كل المراحل دي هو عضو فاعل في لجنة الكورة. ثم 2020 و2021 المرتين وهو رئيس للنادي، وال23 وهو رئيس النادي، يعني الثلاثية وهو رئيس للنادي، والتجارب السابقة كلها، يا لاعب في 82، يا كابتن كمان ولاعب في 87، ومراكز قيادية، يا عضو مجلس الإدارة، أمين صندوق، ونائب ورئيس. أيوة طبعا. وهنا ما ترك من الخبرات. النهاردة اللي بتفرح أنت بقى ما تشوف إيه شباب حلو في النادي الأهلي، كابتن حسام، الكابتن، كلهم، هو ده فن صناعة الكوادر. الكوادر وهو لما الكادر زي ما احنا طلعنا شفنا كابتن صالح ومختار التتش، وطلع لا مختار التتش، واحنا شفناهم الاثنين، وبعدين شفنا بقى ازاي نختلف مع ناس بنحبها ونقف في ظهرها واحنا مختلفين معاها لمصلحة الاهلي، زي الفريق مرتجي وكمال حافظ والوحش، كابتن الوحش رحم الله على الجميع. وبعدين تبص تلاقي واحد ملوش دعوة بمجالس الإدارات زي كابتن عبد العزيز الشافعي. أيوة. راجل كان سكرتير اللجنة الأولمبية الدولية، وعضو لجنة الأولمبية المصرية، وراجل مكانة رياضية هائلة. كنا نشوفه كده أطلع معاه في بعثة أشوف بيتصرف إزاي، والله اللي بيعمله كان لازم أعمله، لأنه ده الصح. عشان كده كابتن خطيب لما يحرص على تقاليد النادي، شوفوا واحد زي كابتن حسام غالي او الدكتور مهند مجدي او المهندس خالد مرتجي او كل اعضاء مجلس الاداره، هيبقوا حرصهم على النادي الاهلي ايه؟ والغزاوي، كل دول، كل اللي طلعوا كل دول مجلس الإدارة مش كانوا رؤساء بعثات وتنظيم بطولات داخل النادي الاهلي؟ اخر حاجه خدوها منين؟ بالظبط من النادي الاهلي والممارسه. ايوه، واتاحت الفرصه. وبعدين عارفين انك انت لما تشيل مسؤوليه هتاخد البنفيت، هتاخد المغنم بتاعها، ما حدش هيزحمك فيه. تقاليد الاهلي يا جماعه موروث كبير قوي، خلى نجم تونسي كبير بحجم وقيمه الكابتن طارق دياب يشوف الاهلي في قيمته. اللي ما شافش طارق دياب يا جماعه، بقول لكم ان طارق دياب ده هو أهم رموز الكرة التونسية، هو خطيب تونس وقال مع نجومها، وراجل أظن وصل وزير، أخذ وزير رياضة، وزير رياضة في تونس، يعني قيمة ضخمة جدا رياضية وسياسية، فكلمته بتتقال بميزان. لما يجي يقول لك الأهلي ده ريال مدريد إفريقيا، وتم تأسيسه على نظام مؤسسي سليم، وبيكرر لك بقى يقول لك مش عارف يوم صالح سليم بيوصل لكل اللي وراه، بيقول كلامنا هو شايفه مصدقه. واحنا ما بنقولش برضه كلام للتباهي، احنا بنقول كلام للي عايز ينجح اعمله كده، بدل ما نقعد نلقى على بعض ونهين بعض، اعمله كده عشان الكل ينجح. النظام المؤسسي في النادي الاهلي يدرس، بدليل ان واحد زي طارق دياب شايفه وينسب اليه، ما تخافش على الاهلي، قالها تخافش على فريق مثل الاهلي، ماشي بهذا النظام المؤسسي من صالح سليم واللي جاي بعديه واللي جاي بعديه، وحتى الكابتن الخطيب هو شايف ان شيء ما عمل مؤسسي بيحكمه قيم وتقاليد. ياللي كانت الكلمه دي بتضايقكم، وكانت هم المخترقين ان يضربوا قيم وتقاليد النادي الاهلي. الحمد لله اللي ربنا نجانا من هذه الفطره، خرق تقاليد النادي الاهلي، لان التمسك بتقاليد الاهلي هو الضمان لاستمرار تفوق النادي الاهلي. ما تنزعجوش يا جماعه، وما تهتموش قوي لو حد حاول ان هو يبخس حق النادي الاهلي، لانه مش ناجح في هذا. اديكم شايفين العالم بيتكلم ازاي. فيعني الحقيقه البطوله دي يا جماعه، واي بطوله فيها منعطفات صعبه وتحديات كبيره، ما بتتحققش بين يوم وليله، بتتحقق بمعدن اصيل. بيتسو موسيماني وهو بيهني الاهلي قال جمله عبقريه، وهو بيهني الاهلي لعيبه واداره ومحمود بيبو زي ما هو قال والجماهير، بيقول للاعيبه الاهلي هنيئا لكم لطالما عرفتم الطريق نحو هذه البطوله. خلاص انت بقت سكتك عارفها. على فكره انت بتدي ده دلوقتي نو هاو، انت بتدي دلوقتي ال 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 ال
الوصفة حتى للأجيال الجديدة. اللقطة العبقرية الذهبية امبارح الحارس العملاق الكبير الشناوي وهو بياخد الميدالية، هو منسيش أصغر حارس معاه مصطفى شوبير اللي شال الشيلة وحل الأزمة وقت ما الحارسين الكبار اللي قبل منه واللي أكبر منه تعوروا، إذا كان الشناوي أو علي لطفي. فما لما لعب مصطفى شوبير كان عنده حسن الظن بيه وعند الثقة فيه، عشان كده الشناوي اتنازل عن الميدالية الذهبية بتاعته لمصطفى شوبير في لقطة بتعلم الأجيال. يا جماعة مش ممكن، أنا مش فكرة إن هو قلع الميدالية واداله بالأمر، تعالى فراح له جري فلبسها له والتاني من انفعاله شاله وحضنه. ايه الدفء يا جماعة؟ ايه الدفء يا خرابي يا خرابي عليك يعني. ايه الدفء ده بجد يعني؟ يا شباب يا شباب يا شباب، حافظوا على الأهلي كده، كلنا هيبقى لنا لحظات نفكر في نفسنا كلنا، لكن في لحظات معينة يأتي الأهلي فوق الجميع. اللي بيحصل ده ترسيخ لفكرة إن الأهلي فوق الجميع. كابتن الشناوي عايز يؤازر ويدعم شوبير بشكل عملي، مش عايز يراغي. اللي يقول لك ما فرحلوش ما دعمهوش في الماتش الأولاني، شخص فيه التاني مكسوف. ما هو التاني هيسلم ميدالية. لا ما كانش احتياطي. بس له ميدالية. ايوه واخد بالك؟ انما يعني ميداليته رايحه له، مش بيديله ميداليه. فتعالى واخد بالك، البس الميداليه واستمتع بيها. انت ساهمت فيها وساهمت برجوله وشوبير خده بحب حقيقي. يعني الكثير من اللقطات يا جماعه هي دروس للمستقبل. علي معلول النجم الكبير اللي احد الاصدقاء يمكن عثمان العضيبي سماها على تويتر علي محلول السعاده، انه محلول السعاده للاهلي بجد. الحقيقه تعرض برضه لتحميل شديد سواء في المباراه الاولى او حتى المباراه الثانيه، عشان كده بعد المباراه بكى، لانه كمان كان صعب حظ سعيد انه الجون يجي بلمسته هو. لا سيناريو ربنا حطه بالطريقه اللي لازم تيجي كده عشان كل واحد ياخد حقه. دموعك غالية يا علي قوي والله، نشوفها. يعني ده اللي قلناه، ان هي لحظة استعادة ال مش هو الكبرياء موجود ما طلطش، بس استعادة الحق في ان يتبوأ المكانة الغير مخدوشة. يعني كان علي مش قادر يصدق انه ممكن يكون سبب في خروج الاهلي بعد كل العظمة اللي قدمها مع النادي الاهلي دي. فالقدر ادخر له لحظة السعادة. ايوه قال له يا عم الجايات جاية. والمخرج ادخرك لحظة الفاصل. يا دي الفواصل اللي نطلع للفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي، وتخاف على الاهلي ازاي وانتوا شايفين الرسايل والقيم والتقاليد والدروس اللي الاهلي بيترجمها على ارض الواقع عشان يصطاد هذه الاميرة وغيرها من البطولات. سواء الدروس اللي لعيبة الاهلي بيدوها لبعض، او كمان اللي مجلس الاداره بيحيي بيها الجمهور، او اللي رئيس النادي بيقدم بيها عضو مجلس الاداره ويخليها على المنصه كرئيس للبعثه. كل الحاجات ديت يا جماعه ده وقود البطوله، دي الاسباب الحقيقيه لهذه التتويجات. العلاقه الطيبه كمان الحقيقه بين المدرب واللعيبه، لان انا بقول لكم دي خلطه بتاعه البطوله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره هو اللي عامل هذا النظام داخل غرفه الملابس، هو اللي فارض هذا الانضباط والحاله الجميله اللي مارسيل كولر مرتبط بيها مع لعيبته. محمود عبد المنعم كهربا واحد من اللعيبه اللي برزوا طوال مشوار البطوله الحقيقه، ورغم ان هو رجع من ايقاف والناس كتيره كانت شايفه انه صعب يستعيد مستواه، لكن استعاد مستواه بسرعه وفي توقيتات قاتله جدا في البطوله. عبر عن حبه لمارسيل كولر. الحمد لله، يعني الفرحة حلوة. طب أنا عايز أسألك سؤال، أصل أنا عمال أسأل، يعني أنت يوم صن داونز وأنت خارج كده، لو حد قال لك الأهلي هيكسب بطولة أفريقيا هتقول عليه إيه؟ لا هيبقى صعب. مجنون. طبعًا. هتقول لي يا راجل اجري، بس يا راجل إياك بس تعرف تتأهل بس، مش كده؟
صحيح. ولكن عندما تكون الثقة بمجرد انك انت تعدي كبوت القطن وبعدين الهلال، الثقة الهائلة تيجي لجمهور الاهلي يقول لك جاية جاية بإذن الله. هو جاي جاي كمان. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، ألف ألف مبروك وأهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، وأهلا وسهلا كابتن عادل. يا دكتور إزيك يا دكتور؟ الله يخليك يا كابتن عادل، ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي الكبيرة العظيمة، كل ألف مبروك لأعضاء الجمعية العمومية بتاعتنا الموقرة، ألف مبروك لمجلس إدارتنا الموقر في الحقيقة، ألف مبروك لعائلة الأهلي الكبيرة كلها. إنجاز كبير استحق تحية فخامة رئيس الجمهورية للنادي الأهلي يا دكتور. يعني خليني في الحقيقة طبعا أتوجه بجزيل الشكر لفخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئة اللي في الحقيقة اللي هي بتمثل وسام على صدر كل أهلاوي، وبتعزز من قيمة الإنجاز ده، لأن تقدير فخامة السيد الرئيس لهذا الإنجاز في الحقيقة هي بتعكس مستوى وقيمة إنجاز النادي الأهلي داخل القارة الأفريقية، وبتأكد على حاجة مهمة جدا، أن النادي الأهلي كان يمثل الدورة المصرية العريقة في هذه المنافسة، ولا يمثل فقط مؤسسة النادي الأهلي، ويمكن ده احنا لمسناه في كل وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، أو في أغلب وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة اللي كانت تؤكد على أن الأهلي يمثل جمهورية مصر العربية، وتأتي هذه التهنئة لتؤكد هذا التوجه، أن النادي الأهلي يمثل مصر، وأن النادي الأهلي كان في منافسة لصالح الدولة المصرية، وأنه كان يدافع عن راية كرة القدم المصرية داخل القارة الأفريقية. تمام. دلالة التتويج ده وتأثيره على قيمة الأهلي التسويقية بقى في المراحل اللي جاية يا دكتور. خلينا نقول يعني قيمة الأهلي التسويقية كل يوم العلامة بتزداد قيمة وبتزداد توهج. خلينا لسه كنا بالأمس القريب بنفتتح يعني طرح كبير وهرم رابع للنادي الأهلي وهو فرع التجمع، النهاردة عندنا إنجاز رياضي هو الأعلى داخل القارة الأفريقية لأكبر بطولة داخل القارة الأفريقية، وبالتالي حضرتك لو بصيت على كل المحتوى الرقمي اللي موجود على مختلف وسائل الإعلام العالمية والقارية والمحلية سوف تلاقي النادي الأهلي هو العنوان الرئيسي، على الرغم من أن كان في بطولة كبيرة هي بطولة أوروبا لكرة القدم، وكان فيها المانشستر هو الفائز بهذه البطولة، ثم يأتي النادي الأهلي في اليوم الثالث ويشغل كل المنصات الرقمية بمستوى النادي الأهلي، وهذا يعكس قيمة النادي الأهلي التنافسية وقيمة العلامة التجارية ومكانتها على المستوى الدولي. النهاردة حضرتك ده بينعكس في صورة أرقام حقيقية. النهاردة أنا لسه راجع من التجمع الخامس، الحمد لله عندنا إقبال، يعني الحمد لله ربنا يكرمنا كده عشان نقدر نواجه التحديات المالية اللي فرضتها الأزمات الكبيرة على كل العلامات التجارية الكبيرة، واللي منها النهاردة علامة النادي الأهلي، وبنفتخر بذلك. ده بيعكس قيمة وثقة الأفراد في العلامة التجارية، زي ما حضراتكم كنتوا بتكلموا دلوقتي والكابتن عادل بيؤكد، هو معنى قيمة العلامة تيجي من الثقة في أداء العلامة. الفريق هو علامة تجارية، اللعيبة أصبحت علامة تجارية، إدارة النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي كلها أصبحت علامات تجارية بتتحرك تحت مظلة كبيرة هي النادي الأهلي، وبالتالي ده بينعكس على القيمة التسويقية. حضرتك النهاردة لما تشوف عدد الرعاة اللي موجودين على تشيرت النادي الأهلي، وتشوف الشركاء التجاريين اللي موجودين النهاردة مع النادي الأهلي، هم كلهم مؤسسات تجارية عالمية لها علامات تجارية عالمية، وبالتالي دي بيعكس ثقتها أيضا في قدرات النادي الأهلي على إنجاز الأداء اللي بيوعد بيه جمهوره. النهاردة إحنا على الرغم لم يعني يمكن البطولة دي من البطولات النادرة اللي كان فيها قدر كبير من الطمأنينة، إن شاء الله إن ربنا هيكرمنا، على الرغم إن كانت البعض حاول يروج لفكرة إن الهدف اللي جه هنا يعني أنهى حظوظ النادي الأهلي في البطولة، لكن الجمهور كان عنده ثقة كبيرة في العلامة التجارية اللي هي الفريق بتاع كرة القدم، الفريق ده اللي بينتمي لمؤسسة عريقة هي مؤسسة النادي الأهلي، ده كله جزء من إرث العلامة التجارية بتاعتنا، مقدار الثقة اللي موجود، لأن أنت حضرتك لما تيجي كابتن عادلي بحكم تجربته الكبيرة في إدارة التسويق وخبرته الكبيرة في إدارة التسويق، ماذا نبيع؟ نبيع علامة تجارية فقط. ما نبيعه هو علامة تجارية، هو اسم وشعار وثقة للناس، الناس واثقة في انك هتحقق الأداء، زي ما حضرتك بتروح تشتري سيارة فارهة،
بيدي لك جرانتي بثلاث سنين ضمان او 150 الف كيلو متر كثقه في اداء العلامه. النهارده الناس كلها عارفه ان النادي الاهلي لما تيجي حضرتك بقى تبص الدلالات الوظيفيه للعلامه التجاريه احنا كده بنسميها، لما تيجي تبص تلاقي فرقه بتلعب اربع نهائيات متتاليه بتفوز منهم بثلاثه، يعني عندك معدلات الثقه في الاداء، يعني ممكن تكون انك تلعب المباراه النهائيه بقت 100% والثقه كمان في الفوز انك تفوز بالبطوله ثلاث مرات من اربعه يبقى 75%، حضرتك عندك معدلات ثقه ما يتمتعش بها اي علامه تجاريه اخرى. يصعب تكرار هذا الانجاز التاريخي ان في فرقه داخل القاره او حتى في القاره المنافسه لينا او اللي احنا بننافسها قاره اوروبا ان هو توصل اربع مرات متتاليه تفوز بثلاث بطولات فيهم من الاربعه، لا اعتقد كلها دلالات وظيفيه للعلامه اللي هي الثقه في اداء العلامه. دكتور الحقيقه يمكن الموسم ده ربما يصنف انه الموسم الاغزر حصادا للاهلي في تاريخه في البطولات المختلفه، مش بس في الكوره، احنا ثلاث فرق موجوده في بطولات العالم المختلفه وده غير مسبوق ايضا. هل هناك تفكير في حفل عام يكرم ابطال الموسم؟ وفي الحقيقه خليني اقول ان في عدد كبير من المشروعات ازاي نقدر نستثمر الانجازات التاريخيه الفخمه، يعني في انجازات تاريخيه لكن المره دي يعني بيجي لها اطار من الفخامه، وهذه الفخامه زي ما حضرتك تفضلت في البدايه مشكورا ان احطها تهنئه رقيقه وغاليه علينا كلنا كاهلاويه وكمصريين من فخامه السيد الرئيس، فاحنا بندرس الموضوع دوت عشان نقدر كمان يعني نحفر في اذناء يعني في اذهان الاجيال المختلفة هذه الإنجازات التاريخية، لأن الإنجازات التاريخية في هذه السنة هي ليست فقط إنجازات رياضية بل هي إنجازات في البنية التحتية، إنجازات في تحقيق أهداف استراتيجية لصالح الدولة المصرية. يمكن كنا بالأمس القريب زي ما بأكد تاني لأن ده إنجاز كبير، إنجاز كبير اللي حضرتك تعمله إنك أنت تعمل فرع كامل على 50 فدان بهذه الروعة والتحفة الفنية. أعتقد إن احنا كنا حريصين ان البطوله تيجي تحط الاطار الانيق لمجموعه انجازات في كره اليد اللي حضرتك شفتها، يمكن احنا الحمد لله كره السله موجوده واخده البطوله الافريقيه وهتلعب في كاس العالم، واخده ايضا بطوله الدوري المصري وبطوله الدوري المرتبط، كل الالعاب عندك النهارده فيها انجازات تاريخيه، فاعتقد ان ده عامل فخامه وعامل انجازات، فاعتقد ان احنا يمكن كان عندنا حفله بالنجمه العاشره كانت محل اعجاب وتصديق من كل الناس، اعتقد ان شاء الله بندرس نعمل حاجه مجلسنا ان شاء الله برئاسه الكابتن محمود يدرسوا ازاي نخرج هذه الانجازات اللي تعزز فخر ابناء النادي الاهلي بهذه الانجازات التاريخيه اللي دايما على مدار تاريخ النادي الاهلي ال 116 سنه، اعتقد ان احنا عندنا كل يوم انجاز جديد، وزي ما بنغني دايما مع اولادنا واخواتنا وابائنا وشيوخنا بنقول سلمة وراها سلمة والرجالة مكملة إن شاء الله لإنجازات ثانية. تمام يا دكتور، عندك شاكرين يا دكتور، أنت اتكلمت في حاجات كتيرة يعني كنت هسألك فيها بس إبراهيم بذكائه الإعلامي تطرق إليها، وأنت طبعا بسم الله ما شاء الله عليك يعني شرحتها بأفضل صورة، ونسعد دايما بهذا السرد الموضوعي الأكاديمي الراقي من الدكتور سعد شلبي. شكرا جزيلا كابتن علي. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وأعتقد عبر عن تقدير الكبير من أسرة النادي الأهلي وإدارته وجماهيره لتهنئة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنادي الأهلي على هذا الإنجاز الكبير يا باشمهندس اللي رصع فرحة الأهلوية كلهم. شوف بقى، لقد بدأنا الحلقة بقراءة هذه البرقية التاريخية اللي فعلا ادت رونق وقيمة مضافة لهذا الفوز، وأسعدت جماهير الأهلي بشكل لمسته أنا في تعليقات الناس في أينما كنا أينما كانوا. وإذا كان الدكتور سعد يعني خطفها من بقنا واحنا بنختم كما بدأنا بقراءة البرقية، لازم ننهيها بشكر السيد الرئيس على هذا الاهتمام وعلى هذه اللمحة ذات التاريخية ذات المعنى
واللي هتكون دافع كبير جدا لينا ولغيرنا بالتاكيد، لان هي حوت على هذا التقدير الكبير لروح العزيمه والاصرار التي كان عليها لاعبو الاهلي في هذه المباراه التي توجوا بها ببطوله افريقيا وحازوا هذه الاميره الغاليه. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.